السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الظروف والاحوال ان شاء الله. اليوم فيديو جديد على قناه اسماء بلوغ. كيف ما كتشوفوا انا اليوم في التران، الحمد لله المغرب ديالنا كيف ما كتشوفوا واخد الاحتياطات ديالو من الوباء. ها انتم كتشوفوا انا جالسه في بلاصه، وبلاصه اللي قدامي خاويه. دخلت لاكار لقيت لونتيسيبتيك في الباب، عاد كتدخلي مهم كاينين الاجراءات كاملين ديال السلامه، وبيان سور الكمامه اللي ضروريه. مهم انا جاني السفر على غفله، غادي نمشي نتلحق ان شاء الله بالعمل. ولا بد في المنطقه جوج، خاصك الورقه وخاصك لاكارت ناسيونال اللي ضروريه. بالنسبه لمدينه العرائش ما كيدخل لها حتى شي كار، ما كيمشي لها حتى شي حد، حيت مازال محسوبه في المنطقه جوج. انا غادي ننزل ان شاء الله في القصر الكبير وغادي نكمل الطريق في الطوموبيل. انا وصلت دابا لمدينه القصر الكبير، كيف ما كتشوفوا هذا لاكار ديالها، وهادو الطاكسيات حمر بحال مدينه فاس. ودابا غادي نكملوا الطريق ان شاء الله الى مدينه العرائش. ها انتوما معايا.
وهذا الفيديو هذا درته غير باش نشارك معكم اي حاجة كنديرها. شكرا على الدعم ديالكم والتتبع ديالكم ورفقتكم عليا. وهنا غادي نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على التتبع ديالكم والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش تشاركوا معايا في القناة بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وما تنساوش تتابعوني على صفحة الفيسبوك وصفحة الانستغرام. شكرا على التتبع.